هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر. السلام عليكم ورحمة الله. أزل في الأول، مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر، كما رددها الشارع الجزائري، ونفس الشارع ردد طب مزور جابوه العسكر مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. هذا الشارع قالها ماشي أنا، وما كاش حكم أكثر من حكم الشارع، يعني الشعب اللي راهو في الشارع اللي يخرج ماهوش قاعد يراكدا وتمانجي. مرحبا بكم. كما تشوفوا اليوم عندنا عنواننا الرئيسي يتعلق ب العلاقات الجزائرية المالية، وكيف العصابة الحاكمة في الجزائر مسحت بالجزائر الأرض، هبطتها للحضيض، وراهي تزيد تحفر بتزيد تردم الجزائر. إذا كنتوا شوفوا على التيرا في التيرا الفوتبال شوفوا إيكيب تخسر النجوم ديالها وكان ما تشتمركي حتى بيوت على موريتانيا، كان ناس نوض بالماضي يجم يتنحى ويجم يتنحى. نقول لكم هاي ليك، شوفوا كيفاش الجزائر قدام مالي تولي نعجة تهبط راسها وتدير باع. نعم في البيانات تاع الجمهورية المالية تاع وزارة الخارجية المالية كيفاش شديدة اللهجة قدام الجزائر ولا تقزم ترد ببيان يهدي لا سمحونا، وبيان مكتوب بأسلوب ركيك واللون الماليين يتبعنوا فيه، شوفوهم قاعدين يحرضوا في الشعب المالي ضد النظام دياله، وهذا أكثر من كل شيء. يعني خلاص معنا الناس يخرج تبون ديجاج شنقريحة ديجاج، خلاص فشلتوا، هاو نوصلتوا للجزائر. فوالا هذا هو موضوعنا الرئيسي. وقبل ما نتكلموا عليه نتكلموا على سي تبون. قال لك تبون يزدي تعليمات لمجلس الامن، تعليمات بعث الجزائر في مجلس باش يطلب عقد اجتماع لمجلس الامن لتفعيل حكم محكمه العدل الدوليه. درك نحكيو عليها، احكي على البيبي مركب الخرطي، بركك ما تكذبوا، بركك ما تهفوا، نتكلموا كذلك على زيدان اللي حابني يجيبوه حابني يوسخوه نروح ندرب المنتخب الوطن. دونك تفرط ثم جيت وسخو زيدان عليا. نتكلموا على التلفزيون الجزائري اللي يتجاهل مشاركة المغرب وما ساروا في كأس العالم اللي فات وفي كأس أفريقيا حاليا، ولكن يعمل إشهار بالمجان لبنك مغربي. اي نعم، التلفزيون الجزائري يقدم إشهار بالمجان لبنك مغربي. هذا نتيجة التغييرات تسميهم كيما حبيت تاع الناس في التلفزيون الجزائري اللي ما يعرفوش باللي هذاك البنك اللي حاطينه راهو بنك مغربي. نالي نشوفوا المغرب مادام فيه مزات ماروكوفوبيا دور صحافة بودورو في عود يغلقوا فمهم. يعني المنتخب تاعك تقصى تخل ما قدرش ماركي بيوت على موريتانيا،
بس انك تكلمني على اللقجة وعلى المؤامرة وعلى كذا وتفضح وما تفضح، وشوية على روحكم ترباو، بينتوا روحكم ولاد حرام تاع الصح. هذا اللي تحل. المهم شوفوا التفاصيل هذه، ولكن قبل منها لابد من تحية إخواننا اللي يتابعوا فينا، مع العلم أنه كان بعض الإخوان باش عملوا تعليق وتعليق تاعهم راحوا كاملين، إني كنت بديت وبعد حبست، كنت حبست تعاود كلش من جديد، دونك عاود كلش من جديد، بالتالي التعليق كلها راح. دونك ما تقولوناش بلي رانا مسحنا لكم التعليق تاعكم، لا راهي كلشي تعاود، وظن بلي فاقوا بها كثير من الإخوان. طيب أنا نبداو من اللي من حسن بوعنان، وين راه مصطفى دحماني يا مصطفى وين راح؟ خونا حسن اليوم راه هو الأول، حسن بوعنان من المحامين الغزلان من الحدود المغربية الجزائرية، يحييكم، تحية لك ولكل سكان الحدود الجزائرية المغربية من الطرفين، لأن هذوكما سي فريم مغربة، هذوك مغاربيين تاع الصح، يعني جزائريين مغاربة. يحيى 34 مرحبا بك، من البرج رضا بن المدينة أولى، كبير كبير زف لك. عبد الصمد سيمو مرحبا. ألور يحيى 34 جوست بور انفو، راس الواد سي لا ويليا دو بيبيا، واش حبيت يدوها لكم الصيف ولا خايف يدوها لكم الصيف؟ لا لا، هاي تبقى في بيبي اسي في برج بغريري. اوكي الور عندنا عيسى كيكي ازفلاك بوبي مرحبا. ماروكو ناثيرت ياسين مرحبا. ألور يقول لي يا أخي هشام للأسف بروباغندا نظام العسكر نجح في بث شعور الكراهية بين الشعبين في عام 2019، عاينت العاصمة الرباط احتفال مغاربة بفوز الجزائر بالكأس، واليوم للأسف تغير الكثير. نعم تغير الكثير، لأنه أولاد الحرام هذه خدمة الشياطين، مش تستنى منهم إلا التدمير، وتدمير أسهل من البناء، ولكن هذه عاصفة وتمر سحابة وتمر ولا تمطر، سحابة تمر ولا تمطر، لأنه الشعبين الجزائري والمغربي عندهم شيء يربطهم أكثر من هذا من كل شيء، عاوليك، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. الجزائر قطعة من المغرب والمغرب قطعة من الجزائر، ولا عزاء للإعلام الفاجر، ولا عزاء للإعلام الفاجر، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الجزائر قطعة من المغرب والمغرب قطعة من الجزائر، ولا عزاء للإعلام الفاجر. هذا هو اللي خلي الجزائريين والمغاربة ما يقدر يتغلب عليهم حتى واحد، ما يقدر يفرقهم حتى واحد. زيدوا شوفوا هذا، قل ما يمسكم يمسنا، الأعداء يتربصون بنا، ولكننا متمسكون بالكتاب والسنة، حفظ الله بلادنا، إنما المؤمنون إخوة. هذا ما يحفظ الأخوة الجزائرية المغربية أكثر من أعمال الشيطانية تاع ولاد الحرام بروباغندا ديالهم. إذا المغرب يفوز بكأس إفريقيا اليوم، ما يخرجش الجزائري كما خرج المغربي في
2019 الشام الجزائري باش يصفق صفق لأنه تحت وطأة عصابة مجرمة ما يخلوهمش يخرجوا حتى باش يساندوا فلسطين، المهم يخرجوا يفرحوا المغرب كي يدي كاس افريقيا ولا ما تكونش. المهم ماهيش دايما مثلهم، ماهيش دايما مثلهم. نواصلوا. سمير حمزي فلا كريم تحيه لكم، عماد بي مدين اربعه، ياسين الوافي جو بونس كو لافا شانجي جيسبر ريان دو لا راني كيما فهمت خويا ياسين. دونك يافي ان سوسي او مون اون ا ديماري ما ديماراش على اليوتيوب. Donc, il a démarré. Il a fallu de reprendre. Smaïl Ali, Smaïl B. Mohamed Ali, Yassine Wafi, Min Montréal, Joe Marc, pourquoi vous m'avez supprimé mon premier commentaire? عبد السلام الله يحفظ الشعب الجزائري من أشرار. أنا أعرف الجزائريين والجزائريين يعرفوا المغاربة ويحب بعضهم. أنا تحية لكلكم لكل إخوان اللي راهم يتابعوا فينا جميعا، مرحبا بكم وإن شاء الله كونوا موفقين في هذا اللايف. ندخلوا للتفاصيل ونسعف لعنا الصورة تاع اليوم. اليوم اللي شفناها الصورة هي الجزائر قطعة من المغرب والمغرب قطعة من الجزائر للإعلام الفاجر. شكرا الإخوان اللي نشطوا في هذه الصفحة في الفيسبوك ومسمينها صفحة صدقة جارية، وهذه أحسن وأجمل صدقة يعني اللي يقوم بها إنسان. ندخل إذن إلى التفاصيل بعد الجينجل.